بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وبنتكلم النهاردة عن الحديد المخلبي، بنكمل معاه ويعني إيه أرسو أرسو، تمام؟ طبعا قبل كده كنا اتكلمنا عن الحديد المخلبي، وسبب كلامي عن الحديد المخلبي إن ده سؤال ورد على الواتس أب من صديق يعني مهندس حديث في التخرج، بس بعتبره يعني صديق وأخويا الصغير من زمان. فالراجل بيسألني بيقول لي يعني ايه الايدتا والايدها، ويعني ايه القرص قرص ده، عايز افهم الليله ديت لان دورت عليها على النت فما لقيتهاش. فطبعا كنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن الحديد المخلبي، وعرفنا ان الحديد المخلبي بيبقى افضل صورتين ليه اللي هما الايدتا والايدها، وقلنا ان الايدتا يفضل ان هي ترش ورقيا لان الوزن الجزيئي بتاعها قليل، والايدها قلنا تضاف في التربه لان الوزن الجزيئي بتاعها كبير، وبالتالي في صعوبه في ان هو يخترق صغور الاوراق، تمام. نسبه الحديد في الايدها 6%، اما في الايدتا 14.5 13 من 5 ل 14%، يعني 13% معظمها، تمام. قلنا برضو ان الايدها تنفع اضافه ارضيه لان هي بتتحمل الحموضه الارضيه عند رقم من 3 ل 10 البي اتش، اما الايدتا ما ينفعش لان هي من 1.5 ل 6.5، واحنا الاراضي عندنا قلويه فما تسلكش معانا في الوطن العربي وخصوصا في الحبيبه مصر، تمام. طيب ايه بقى قصة القرص قرص دي؟ شوف يا سيدي، انسى بقى اللي احنا اتكلمنا عليه خالص، وانسى الايدتا، وتعالى لي في قصة الايدها. الايدها دي يا جماعة لما بيجوا بخلبوها في ثلاث مخلبات زي ما شايفهم قدامك اهوت. المخلب الاولاني البارا بارا، وفي مخلب اورثو بارا، وفي مخلب اورثو اورثو، وده محل السؤال بتاعنا، واللي معظمنا بيلاقي الحديد بتاعه مكتوب عليه اورثو اورثو، تمام. دي كلها مخلبات يا جماعة، دي كلها مخلبات، تمام. مخلبات يعني ايه مخلبات؟ زي ما قلت قبل كده المخلب ده هو اللي هو يعني حاجة يعني عبارة عن حاجة عضوية حلقية كده بتمسك العنصر اللي هو زي ما قلت لك أمانة كده، بتاخدها من الراجل اللي حطها في الدرام بتاع الرش، أو الدرام اللي هو بتاع بيسموه إيه؟ بتاع التسمين، أخدته كده ووصلته لحد ما وصل لإيه؟ لجذور النباتات، تمام؟ المخلب بره بره بقى بقول لك ايه، بيعتبر من اضعف روابط الحديد اللي هو الرابط، وما بتهتمش بيه الشركات، ونسبة امتصاصه بتعتمد على الحموضة اللي هي اقل من او بتساوي 6.5. طب 6.5 ديت صعبة ان احنا نلاقيها عندنا، فمخلب البره ده طلعه خالص مش موجود، تمام. طيب مخلب القرص بره بقى ده بقول لك بيمتلك المخلب دوت مواصفات يعني فريدة. ليه؟ امتصاصه سريع، أول حاجة الامتصاص بتاعه سريع، تمام؟ وبعدين مسؤول عن تحفيز الإنزيمات في التربة، واللي هي بدورها مسؤول عن تكسير الروابط بين المخلب والحديد، تمام؟ هو بيتكلم في إيه؟ إن القرص بارا ده هوت، أو المخلب القرص بارا ده هوت مسؤول عن تحفيز الإنزيمات، بيحفز فيه إنزيمات موجودة في التربة. الإنزيمات اللي موجودة في التربة دي بتعمل إيه؟ بتكسر الروابط اللي ما بين الحديد والمخلب. أنا حطيت خدت الحديد ده هو تمام؟ وحطيته في مخلب، أصبح فيه روابط ماسكين في بعض جامد، مش ممكن لا بي اتش ولا أي حاجة يعمل لهم مشاكل، تمام؟ لحد ما بروح فين؟ لحد ما بيروح لعند الجدر. طب الجدر هياخد الرابط بالحديد؟ لا، لابد يحصل تكسير للرابطة بحيث ان يفضل العنصر بس اللي انا عايزه هو الحديد، تمام. ان مفيش حاجة اسمها المخلب ده هو هيغذي بالنبات، انا عايز الحديد. المخلب دوره ايه؟ دوره ان هو بياخد او بيحتفظ لي بالحديد لحد ما اوصله عند الجدر. بعد عند الجدر بقى في انزيمات بقى مسؤولة عن ان هي تكسر الرابطة اللي ما بين، تمام، او التماسك او التلاصق اللي ما بين المخلب والحديد ده هو، تمام. فاللي مسؤول عنها ايه بقى؟ ده القرص بارا هو اللي هو بيحفز الانزيمات، والانزيمات بتكسر الروابط، تمام. وبالتالي اتاحة النبات او قدرة امتصاصه بتعتمد على نسبة الحموضة اللي هي كام؟
اللي هي أقل من أو يساوي التسعة، تحت التسعة أو بتساوي التسعة أموره تمام التمام، تمام؟ ده القرص بارا. طب إيه بقى قصة القرص؟ القرص دي بقى اللي هي موجودة وعايشة معانا وشغالة والدنيا تمام. طبعا ده أشهر حاجة موجودة في الحديد الإدهى المخلبي، اللي هو الرابط أو المخلب القرص. قرص بيعتبر من الروابط أكثرها شيوعا، أكثر روابط شيوعا وتناولا بين الشركات المنتجة للحديد. ده أكتر حاجة بتلاقيها تقريبا كل الحاجات، الحديد اللي هو الإيدها بتلاقي مكتوب قرص قرص. ليه؟ لأن هو أساسا بيعتبر أكثرها شيوعا، تمام؟ ومن أقوى الروابط، قوي جدا، الرابطة بتاعته قوية جدا مع العنصر الحديد اللي أنت بتحطه، والمسؤول عن المحافظة على الحديد على المدى البعيد. يبقى مسؤول عن الحديد على المدى البعيد، مش لازم يعني حتى لو اتحط الحديد تمام بيحتفظ بيه فترة كبيرة أوي، وهو مخلب برضه وهو ماسكه، ما بيخليش التغيرات اللي في الارض، التغيرات الارضيه ما بيخليهاش تاثر على الحديد بسهوله، بيتم محتفظ بيه حتى لو النبات مش محتاجه دلوقتي، بيتم محتفظ بيه فتره كبيره، تمام؟ ونسبه الامتصاص بتاعه طبعا من افضل ما يكون، لان هي واصله ان هو بيشتغل في بي اتش 11. فاهم يعني ايه بي اتش 11؟ صعب جدا، يعني الاراضي الكالسيه يمكن ما توصلش كمان ل 11. بي اتش 11 دي يعني دخلت انت يعني ده حاجة قلوي جدا يعني، تمام؟ فبالتالي بالنسبة للقرص قرصه بيعتبر من أفضل المخلبات. يبقى القرص قرصه ده إيه؟ ده أحد المخلبات الحديد الإدهى، تمام؟ ومن أكثرها شيوعا ومن أقوى الروابط المسؤولة على الحديد، وبيفضل فترة، بيفضل فترة كبيرة بالنسبة لل الحديد، تمام؟ بس خد بالك المخلب بالقرص بره ده، هو خد بالك ده سريع جدا بالنسبه بالنسبه لتعويض نقص العنصر، سريع جدا اللي هو المخلب بالقرص بره. المخلب القرص قرصه ده بيعتبر بيدي على المدى البعيد، وبيشتغل في بي اتش عالي، وبيعتبر من اكثر الروابط شيوعا. علشان كده تلاقي كل اللي بيتفزلك او الشركات تقول لك لا ده اصل انا الحديد بتاعي على ايه؟ الايدها ده هو على القرص قرصه. فهمنا يعني ايه قرص قرصه؟ لعلي اكون اضفت لحضراتكم معلومة جديدة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا.